يشرفني ويسعدني أن أتقدم إلى دولة الإمارات العربية الشقيقة قيادة حكومة وشعبا بأسمى عبارات التهاني والتبريكات بمناسبة الذكرى 46 للعيد الوطني. أعاده الله على هذا البلد الطيب بالخير واليمن والبركات. كما أود أن أغتنم هذه المناسبة السعيدة أن أنقل للقيادة الرشيدة وللشعب الإماراتي الحبيب تحيات الأخوية الخالصة لفخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة وتحيات الشعب الجزائري. وإذ أهني دولة الإمارات بهذه الذكرى الغالية علينا جميعاً.